مستمعاتي مستمعينا أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة وطيبة تنعاد عليكم كل ما كتمنوه يا رب الفرج إن شاء الله وأمطار الخير اللي كنتمنوها على بلادنا. ديما معكم بنفس يعني نشاط والحماس الحمد لله بدأوا أصدقائي، وكنحييهم أكيد على هذه الطاقة الإيجابية وديك الابتسامة الرائعة كل من حسن وخولة. واليوم افتتحنا بالأعياد والمناسبات الرائعة على إذاعتنا أمفا مع عائلتنا الكبيرة. إن شاء الله ينعاد علينا يا رب ديما نكونوا متحدين محبين وديما غاديين الامام من نجاح لنجاح يا رب. زنوبة زينب شهيد اللي كنضم صوتي صوت اصدقائي وزملائي وتنهنيها كذلك بعيد ميلادها، الف مبروك يا زينب شهيد وان شاء الله تحقق كل الاحلام ديالك والامنيات ديالك. وفي هذا النهار الطيب المبارك اكيد ختامه مسك كتكون واحد الكريسه زوينه كتجمعنا معكم انتم مستمعاتي مستمعينا، تنعطيكم افكار بسيطه تستغلوها في نهايه الاسبوع، تنعطيكم كذلك بعض الحويجات اللي بعد ضغط الاسبوع كامل كنساوها او كنغفلوها اللي هي الطلة والجمال والأنقة، فتنعطيوك ذاك الحيز الزمني ديالك اللي هو نهاية الأسبوع. تهلاي في راسك، تهلاي في وليداتك، تهلاي في الأسرة ديالك، تهلاي في نفسك وفي الشكل ديالك، وتنبدوها من اليوم من نهار الجمعة تنبدوها. أنا اليوم سعيدة بزاف لأن حلقتي غادي تكون فيها التدبير المنزلي، غادي نعطيكم أفكار، غادي نعطيكم بعض الأمور اللي جديدة عليا صراحة أنا وتفاجأت بها وبغيت نتقاسمها معكم في الجريزة ديال نهار الجمعة. اليوم حاضر معنا الطبخ وحاضر معنا لأن بزاف غادي يقولوا لي اليوم الطبخ ما ملفينش كدرينا سمية الطبخ، لأن أم وصال سرت أن يكون حلقة ديال اليوم الجمعة اليوم طبخ. علاش؟ باش نعطيكم فكرة في نهاية الأسبوع تحضروا نفسكم، تقدوا الثلاجة ديالكم، تعودوا تقداو شنو خاصكم. وهذا إن شاء الله إلا حبيتوا هذه الفكرة غادي نديروها كل يوم جمعة. غادي نرحبوا كثير بأم وصال معنا هذا الصباح. صباح النور وجمعة مباركة لك يا أم وصال. صباح الورد والريحان وصباح الخير على المستمعات والمستمعين، وتحيه ليك صراحه توحشتكم بزاف. الله يعطيك الخير. تحيه ليك وللطاقم اللي التقني اللي مرافقك، وتحيه كبيره للوالده وجميع الامهات. الله يخليها لك، وتحيتنا كذلك لكل الاسر المغربيه اللي كتسمعنا. انا غادي نعطيهم فكره ياك نهار الجمعه ان شاء الله نتلاقاو مع الافكار ومع الحداقه ومع الثلاجه ديالنا نقدوها ومع دارنا والتدبير المنزلي، لان كنعرفوا بزاف ديال الاسر كيتقداو نهار السبت اولا في نهايه الاسبوع. فاحنا غادي نبداو نعطيهم شنو خصهم يديروا، شنو خصهم يتقداو، شنو الامور اللي خصهم يوجدوها طيله الاسبوع. المرأة اللي كتخدم فبالنا معها ان شاء الله غادي نعاونوها بالتدابير المنزليه. ولا حبوا الفكره مع اليوم غير صوتوا معنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال، يشاركونا بالاراء ديالهم الى عجبتهم الفكره ان شاء الله ننفذوها ان شاء الله. جم كذلك مستمعاتي ممكن انكم تقسموا معنا الانجليز هذه على ارقامنا 0522 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. اليوم غادي نتحدثوا على الدور ديال القطاني، وكنعرفوا ان القطاني من العدس الفول اللوبيا هادو امور تستهلكوها بزاف لما كيجي البرد. بزاف ديال الاسر بزاف ديال المناطق المغربيه تعتمد في نظام الاكل ديالهم على هاد الامور هادي. علاش؟ لان كتعطي الدفا للجسم ديالنا وكتبقى من الاساسيات والاولويات الموجوده في كل دار مغربيه. نعم. ياك وخلاص ما تجيب بينا هاد البزاره في الصباح، ناس الشمال ناس الشرق تفطروا بها ديك الحسوه الصباح العديسه اللي كنوجدوا، هادو كلهم كتعطي الطاقه والدفا. نعم. وكتعطينا يعني حتى الصحه احتياجات الجسم. نعم. احنا اليوم غتفاجئنا ام وصال ان عاده الطريقه ديال الطياب وديال الطهي ديال هاد القطاني وخصوصا العدس تكون كلاسيكيه، اللي هو موضوع حلقتنا ديال اليوم، كتكون طبيعيه كلاسيكيه في الكوكوت دير لقامه المقادير يلا خليها الدور العدس مع القديد. هادشي اللي كاين، هادشي اللي متعودين عليه. نعم. ولكن دابا ان شاء الله تعالى دائما تنقول بان تيبقى فن الطبخ. الطبخ تنتي تفني فيه العدس ملي تنسمعوه، هو قبل ما ندوي عليه غنعطيه واحد لمحه وعابش غادي نقول لك على الاقتراحات، يعني غنديروه بريوات، غنديروه كيك، غنديروه غراتا. لا بلاتي 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 باش المتابعات يتهيئوا ويقادوا معنا ورقه وستيلو. قلتي لي غنحضروه غراتا غراتان بالعدس وكيك بالعدس وكيك بالعدس وبريوات بالعدس وبريوات بالعدس. غريب ام وصال ديما كتفاجئني. انتم مستمعاتي ياك ملاحظين ان ديما افكار ام وصال غير حصريا. نتمنى ينال اعجابهم ويطبقوه باذن الله. لا تبارك الله عليك، بريوات بالعدس هذه اول مره كنسمع. بريوات والكيك تيجي رائع، وتالكغاطان يعني الا بقينا نديرو غير في النمط ديالنا العادي ديال العدس نطيبوه اما الشوربه اما
بالجديد ولا عادي بحال حنا تنقولوا بدارجتنا العامه تيطلع في الراس. إيه. يعني الا بغيتي تحببي الوليدات ضروري خصك واحد التفنن. إيه. دخلي في الكيك، دخلي في البريوات، دخلي في الكغاتا، كل مره كتكوني كتنوي. قلتي غتعطينا نبذه على العدس، غنعطي غير فكره عليه. واخا هو صراحه يعني معروف، غير هو معروف العدس غذاء الفقراء، هذه دائما بحال تنحتقروه. ايوا صافي دايره غير العدس، ولكن سبحان الله يعني القيمه العدس اللي عنده اللي عطيه الله سبحانه وتعالى. يعني من الفوائد ديال العدس هو عنده واحد النسبه عاليه ديال البروتين، يعني ذاك البروتين اللي ضروري لبناء الجسم. وكذلك فيه الفيتامينات يعني عديده، من ضمنها فيتامين خاصه فيتامين بي. هذاك الفيتامين بي هو غني بالمعادن، مثلا الحديد، الفوسفور، الكالسيوم، اللي تقوي العظام ديال الاسنان، العظام كذلك بالنسبه تقوي الدم. يعني عنده صراحه كثير من الفيتامينات. خلاص القول بان العدس يعني غذاء جيد. وكذلك هو سهل يعني في الهضم، سهل في الامتصاص، سهل الامتصاص في الامعاء. يعني سبحان الله عند واخا نبقى نشكر في العدس اللي ربي ميزو وحباه بزاف ديال الفضائل والمميزات. وحنا تلقائيا معروف علينا من جدودنا، يعني بلا من الانسان يكون قارئ عليه ولا باحث عليه، صافي خذوا بان فكره العدس يعني كنقولوا غير يعالج فقر كل العدس. سيدة الحامل خذي العدس اللي كترضع، كلي العدس في الرفيسه ديالنا وفي هذيك الشهر تيقوي بالفعل. هادو كلهم حوايج فعلا حنا عارفينهم، ولكن الغريب اللي ما عارفينه شيء هو طريقه التحضير والابداع اللي غتعطينا. اليوم غادي نشوق مسامعتي اكثر ونخليهم نقول لهم خذوا ورقه وستيلو ونشوفوا معنا الكيك والبريوات ام وصل مع العدس والشيوات ديالها بعد فاصل اشهاري قصر. يلا مستمعاتي، احنا واجدات باش نعطيكم المقادير وطريقه التحضير، ومستعدات كذلك نخدم مكالماتكم اللي بغيتوا تتواصلوا مع ام وصال. مرحبا بكم على ارقامنا 0522 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. ام وصال باش بغيتي نبداو؟ ان شاء الله نبداو بالبريوات. يلا كمقبل ومن بعد نعملوا الكغاطا ومن بعد نعملوا الكيك ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للبريوات هما جد ساهلين. كتاخذي بالنسبه للمكونات ديال الحشوه، عندنا 150 غرام ديال العدس يكون مرطب ليله كامله. اييه ضروري. علاش؟ ولا تخليه 3 سوايع، ملي تيترطب بحال تي ملي كتسلقيه ما تياخذش وقت طويل في الطياب، وما تياخذش يعني ما تمشيش لي كاع الفيتامينات. ملي كترطبيه يعني تيرطب شويه في الماء، كتخليه تقريبا ليله كامله. ما كانش عندك الوقت 3 سوايع. عندنا 150 غرام ديال العدس، ديال العدس مرطبه ليله كامله. نعم، يتسلق في الماء، يتسلق في الماء مع جوج دروس ديال الثومه. أيه. ومليحه وشويه البزار. ملي تيتسلق سميتو تنصفيو. أيه. ما تندير معقول حتى شي حاجه. أيه. لا، كتخليه هكاك وكتزيدي عليه بالحق تتشحري 300 غرام ديال الخيزو محكوك بالحكاكه الرقيقه ولا الغليظه اللي بغيتي. وعندنا 500 غرام ديال الكفته بقري وحامضه محكوكه، القشره ديالها تكون حامضه طريه. وعندنا احنا معروف العدس يبغي الحامض. وعندنا نص حامضه مصيره وبصله مشحره، حتى هي تكون مشلضه ومشحره في زويته، وشويه البزار وشويه الكمون. الكمون يحاولوا العيالات ما يقويوش بالنسبه للسيدات، لانه هو الا درتي دغيا تيطغى بحال تيدرق داك النكهات اللي انت حطيتي. اذا اعيد مره اخرى ان شاء الله، عندنا 150 غرام ديال العدس يكون مرطب في الماء ليله كامله. الغد نسلقوا في الماء، ندير الماء الكافي اللي السلق ديالو، جوج دريسات ديال الثومه، وعندنا سميتو بزار والملح. ملي تسلق نصفيه ونخليه جانبا. غناخذ 300 غرام ديال الجزر ديال الخيزو يكون محكوك. وعندنا 500 غرام ديال الكفته وحامضه محكوكه وقشره حامضه، قشره حامضه محكوكه وشويه العصير ديالها، وحامض مصير مقطع رقيق. أيه. وعندنا بصله مشحره. بالنسبه للخيزو كتشحريه
كديري الزبده، شويه الزيت، البزار، شويه ديال الكمون. هادشي كله على تيسع تنوجدوه. كل شيء تشحر. الكفته نفس الشيء. تنعملوها في المقله، ودغيا نحاولوا نكونوا يدينا خفاف، ما نخليوهاش تكور بزاف، وما نخليوهاش عاوتاني طيب بزاف. راه الخطا اللي تيديروا العيالات تيخليوها كتنشف في المقله وهي باقا غادا تعاود طيب، يحاولوا يخليوها مو من الداخل، يعني بحال مويله، بحال تكون رطبه. ملي تنكخازي داك هذاك الكفته، تنحاول ان نجمع هذا الخليط كامل. العدس حتى هو نشحرو في شويه الزبده وشويه الزيت وشويه البزار، وخا يعني سلقنا به نحاولوا نديروا غير شويه. وشويه السودانيه والفرماج محكوك. اي فرماج بغيتي. والنسبه ديال الفرماج الكميه اللي بغيتي انت، غير ما تغلبيش تيولي طاغي على هاد المذاقات كاملين. تنخلطوا الخليط كامل، عندنا العدس، عندنا الجزر، الكفته تكون طيبه، البصله هي مشحره طيبه، هاد الشيء كامل تنحصلوا على واحد الخليط متجانس غير بالمعلقه. وناخذوا الورقه ديال البسطيله، نقطعها يعني لي بوند هكا مستطيلات. بغينا نعملوها سيجار ولا بغينا نعملوها بريوات اللي بغاو. غير هي عندك جوج الحوايج، بغيتي تعمليها بريوات عاديين حيت غيتقلاو في الزيت. ونوصي بالنسبه للسيدات، الا بغينا نقليو شي حاجه وتبغي تبقى يعني فيها داك الكروكون، داك الكروستيون، من الاحسن من الكونجيلاتور نخليوها تبات في الكونجيلاتور، من الكونجيلاتور نقليوها. علاش؟ كتبقى مقرمشه ديالها. نخليوها نبيتو هاد البريوات ديالنا ليله كامله في الكونجيلاتور. نعم. تلغد لي خرجوا عاد نقليو مباشر. نخليوها واحد 10 دقائق في البواطا، ما نحلوهاش سريع لان غيرجع كل شيء ما. ولكن الا بغينا نديروا شي حاجه في كونجيلاتور، بالنسبه لشي حاجه اللي مغلفه بالورقه ديال البسطيله، ضروري ندهنها مزيان بالزيت باش لوميديتي ديال الكونجيلاتور. نعم، حيت الا قليتيها في الزيت غطرطق ليك. ودابا تعطينا الوصفه وتعطينا معها افكار ضروري السر ديالها ان شاء الله. السر ديالها ما كتخبيش علينا، ميصلي عليك نهائيا. الا بغيناها باني، تنعملوا داك السيجار في الدقيق، في البيض اللي معروف، الدقيق والبيض والشابلوغ، تنعملوا فيها وتندخلوا حتى هي الكونجيلاتور ونقليوها. الا بغينا نزيدوا مثلا، الا بغينا ننوعوا في الطرق ديال التقديم بالنسبه لهذا، ننوعوا في البلاطو، نقدروا نحيدوا الكفته ونديروا الدجاج. قطع رقيقه اون بتي دي. تيجي تاهو مزيان مع العدس ومع هذا الخيزو، يعني مع بغيتي تعملي الخليع مع العدس، بغيتي تعملي القديد مع العدس، يعني انت غتنوعي دوك المورقات غتنوعيهم. الله، تيجي وصفه واحده وحوشه واحده شحال خرجنا من تيجي رائع بالعدس. صلى على بالك ام وصل. اش دير لك معنا مكالمه ناخذوها؟ الو، السلام عليكم. السلام اخت سميه. صباح النور لالا، شخبارك؟ صباح بارك الله فيك، صباحكم مبروك. الله يعطيك الخير. شكرا على هذه البرامج، كنشكركم بزاف على هذه البرامج. الله يبارك فيك لالا، مرحبا بك. برامج كلها متنوعه وكتفيدنا بزاف في المطبخ وفي حياتنا اليوميه. وكنفاجئكم كل نهار حاجه جديده. لا كنشكركم بزاف. الله يعطيك الخير لالا، مرحبا بك. نتشرفوا باسم كريم. كنشكر برامج زوينه بالنسبه للمستمع. الله يعطيك الخير. لا بغيت نسولك الاخت سميه، انا بالنسبه للعدس والقطنيات كلها ما كنستعملهاش بزاف على واحد الحاجه، لان الامعاء كتنفخ لنا الامعاء، مع انا مريضه و الامعاء ديالي كتنفخ. واش كاين شي سر اللي كندخلو او شي خضره ولا شي حاجه باش ما تخليش الامعاء ديالنا كتنفخ؟ بالنسبه ل صباح الخير بعدا. شكرا بزاف. صباح الخير لاله، شكرا بزاف. بالنسبه للعدس، الخطا اللي حنا تيخلي تعطي لي غاز ولا تينفخ البطن، يعني بحال تندخلوا الخبز كثير فيه. هو العدس الا كلتي غير بوحديته كافي وبكميه غير قليله ما تينفخش مثلا، ولا درتي الحامض ومعاه شويه الزعتر، يعني هو بالعكس هو سريع الهضم. وإلا خفتي بأنه تيضرك في المصران، حاولي طحنيه في هذاك المانيول وتحيدي القشور.
باش ما يكونوش عندك عسر في الهضم. إيه باش تخفف كاع خلاص حيت القشره طيب، ولكن الفوائد ديالو ما تهملش صحتها وليداتها. نعم ما طيب العدس وطحنه في هذه الماشين مانيول هذيك ديال اللي معروفه باش القشر القشور يبقاو الفوق، لان غالبا اللي عنده هذا الضرر في الامعاء تيكون القشور ما تيتهضموش ليه، لان اصلا عنده التهاب في الامعاء. اذا باش غادي يحافظ عليهم غادي يطحن باش يحيد القشور ويخلي غير لابيغي ديال وما تحرمش راسها، ما تاكلش العدس، ديروا الشوربات وما تدخلش معاه الخبز بزاف. حنا مشكلتنا كناخذوا العدس بالخبز، كناخذوا لا الا خدنا غير كميه قليله، وملي تناخذوا بكميه كثيره حتى تنفخ المصران. لا ناخذوا بحال دابا بالنسبه لهاد البريوات داخل فيه سميتو الجزر، تقدري تدخلي فيه القرعه الحمراء، تدخلي فيه كتخفي يمكن من الحديد ديالو، ما كيبقاش شويه ديال البطاطا، يعني كتدخلي معاه الخضر باش ما يكونش داك الحده ديالو اللي غادا تسبب في الحرقه ديال المعده ولا الامعاء. الله يعطيك الخير ام وصال، حنا غادي نمشيو ناخذ مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو قطع الاتصال. نمشيو ناخذ من بعد البريوات الكيك كيك ديال بالنسبه للكيك ديال العدس تيجي رائع، ولكن العدس النوعيه ديال العدس الكوغاي، داك العدس اللي ميل لورانج الكوغاي، داك الليموني المفتوح هذاك اللي هذاك ياخذوا السيدات ويستغلوا في الكيك، راه تيجي رائع. وتيجي حتى في بالنسبه للغراتان، والعدس راه فيه انواع وفي اشكال، عندنا الخضار، عندنا الكوغاي، عندنا البلدي ديالنا اللي معروف اللي تنطيبو عادي. ولكن بالنسبه لهذه الوصفه خصها العدس هذاك اللي لورونج، احنا ما تنستغلوش بزاف، للاسف ما تنشربوش بزاف. ولكن لهذه الوصفه هو اللي تيحتاج. تنحتاجوا 100 غرام ديال العدس، عندنا 160 غرام ديال الماء، وانا علاش قلت بالغراماج، هو صراحه بالسنتيليتر ولا الميليتر، ما تعبرش بالغرام، زعما ما تيتقالش، ولكن انت كتعبري. عندنا مثلا 16 سنتيليتر ديال الماء، غنزيد واحد الصفر، غتولي 160 غرام ديال الماء. دائما ملي تسمعي، دائما انا تنقولها، ملي تسمعي لا غوسيت فيها 16 مثلا شي حاجه سنتيليتر، زيدي الصفر صفر باش تولي باش تمشي الجرام. عندنا 16 سنتيليتر ديال الماء او 160 غرام ديال الماء، ومعلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه ديال السكنجبير صغيره. هاد الماء غير عطيت هاد العدد، هاد الكميه باش يتسلق فيه باش ما تقويش بزاف، لانه هو هاد العدس الكوغاي ولا الاحمر ما تيبغيش قوه الماء كثير، بحال دغيا تيتعجن. ملي كتعطي القياس ديال الماء تيجي مضبوط، يعني ماشي بحال ديالنا حنا البلدي اللي نعمروا بالماء وخليه تدي الوقت. هذا دغيا هذا دغيا تيطيب دغيا تيعمل لك داك القشره ديالو، داك الشيء علاش انا عطيت الماء بالمقدار. عندنا 100 غرام ديال العدس، 160 غرام ديال الماء او 16 سنتيلتر ديال الماء، وعندنا معلقه ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير. هذا الشيء ملي غادي يتسلق غادي نصفيه، غنكرازيه يعني غنمعكو بالفورشيت، تي نحصلوا على واحد لابيغي، واحد الخليط يكون عقد شويه. تنحطوه جانبا. اش ناخذوا؟ ثلاثه البيضات، تنخلطوهم مع 100 غرام ديال السنيده، مع جوج معالق كبار ديال زيت العود، ومع 175 غرام ديال الدقيق، وخماره. نعاود، عندنا صوبنا العدس، لابيغي ديال العدس، العدس قلنا الكوغاي داك الليموني، الليموني 100 غرام ديال العدس، 160 غرام ديال الماء، اللي عندها الكاس 16 سنتيلتر ديال الماء، معلقه ديال او معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السكنجبير، وشويه الملح، ضروري الملح باش يتسلق. يعني هذا الكيك غادي يجي من السما تبارك الله، بهذا وما تيبانش ما تيبانش. كديري 175، كتاخذي غير سيبيون وكديري فيها ثلاثه البيضات، كتخلطيها. يعني خذوا جبانيه ولا اناء ولا عندكم اي حاجه تخلطوا. نعم. نبداو بالعدس هو الاول ولا الدقيق؟ لا تنخليو العدس جانبا، تنبداو بالبيض. بالبيض ثلاثه البيضات، ثلاثه البيضات، عندنا 100 غرام ديال السنيده، 100 غرام سنيده، شويه الملحه، وعندنا جوج معالق كبار ديال الزيت،
وتنعملوا الدقيق 175 غرام ديال الدقيق، وعندنا خمارة وتقدري تزيدي معلقة صغيرة ديال الخل، ضروري أن الخل تنديرها في الكيك. شنو سر كدير معلقة الخل؟ بحال بيكربونات صوديوم، كتخلي داك الكيك هش بحال خفيف، تزيد من الفوليوم ديال واحد شويه، كيضعف الحجم ديالو خلاص كيجي ما تجيش مدقص، ما كيجيش مدقص. و 60 غرام ديال دي كورس ديال سيترون كونفي يكونوا معسلين، تريفات ديال الحامض، ديال الحامض ضروري، وقشره الحامض، لان الحامض هي بحال كتحيد من داك الحده ديال داك العدس. الله، ولا خلاص انا ما عندكم شيء، ممكن القشره ديال الحامض كنعسلوها بطريقه راه معروفه. نعم، كتغلى ثلاثه المرات ملي كتصفى كتعملي بحال واحد السيرو. عندك جوج كيسان ديال السنيده وكاسونس تقريبا ديال الماء، تخليه يغلى، كديري فيه هاد القشور ديال الحامض وتخليه يغلى مزيان، صافي، وتخلي وتحطي بحال تيتعسل في داك، ما نديروش السيرو فيه، لا السكر، جوج كيسان ديال السكر ديال العنب، كاسون ديال عندنا حامض معسل نقدروا نوظفوه في اي حاجه بغينا، تخليه وتقدري يعني تغطسيه في الشوكولا. بالنسبه للكيك صافي، تنخلطوا قلنا البيض، ثلاثه البيضات، 100 غرام ديال السنيده، عندنا لي كورس ديال السيترون ديال قشر الحامض، عندنا جوج معالق كبار ديال الزيت، و 175 غرام ديال الدقيق، وخميره، ومعلقه صغيره ديال الخل، هذه اختياريه اللي بغى يعملها. عابش تنضيف ليه البوغي ديال العدس اللي وجدنا، العدس اللي كنا سلقناه من قبل. اييه، صافي، تنخلطوا الخليط تيولي متجانس، وتنعملوه في المول ديال الكيك، ويطيب عادي 45 دقيقة على حسب العلو ديال المول. وكتقطعيه وتيتكال بالصحة والراحة. نكهات غريبة ولكن خاصكم تجربوها أكيد، لأن فعلا هالطريقة هذه فيها بزاف ديال النكهات، والشكل ديالها أنا متخيلة كيفاش غادي يكون، وحاجة جديدة إضافة كنضيفوها اللي الكيك اللي هو بالعدس، حاجة ما تقدري ديري النوازيت من الفوق قبل ما تدخل للفوق، ديري سميتو النوازيت من الفوق، اللوز، كركاع اللي عندك، ممكن تزيدي تغني هاد الكيك ديالك بصحة وراحة. غادي نمشيو للغراتان ديالنا ومعنا مكالمات، يمكن معنا مكالمات سميرة، يلا. الو، السلام عليكم. الو، صباح الخير. صباح النور. صباح الورد والياسمين. هذه السيده مليكه من مدينه فاس. اهلا يا لالا مليكه، اش اخبارك؟ انا بغيت نشارك معكم حيت مولفة تنشارك مع بشرى المنصور، ولكن فقدناها، تنتمناو ترجع لينا. مرحبا لالا، ما كاين حتى مشكل، مرحبا بك، تفضلي. وتنتمنى تنتي تبارك الله عليك، راه حنايا ولفناك حيت كنا ما تنسمعوكش في فاس، دابا راه حنا تنسمعوك، ولكن تنتمناو بشرى رافقتها مدينه فاس كلها. الو. نعم لالا مليكه، تفضلي، حنا كنسمعوك. تنحييك وتنحيي الاستاذه اللي معاك والطاقم التقني ديالكم كله. مرحبا، تفضلي. انا الاضافه اللي عندي سلاده بالعدس. سلاده بالعدس؟ اييه. ما ذكرتهاش الاستاذه تبارك الله عليها، ولكن غير تنضيفها، ما نجيش. واخا لالا مليكه، ما كاين حتى مشكل، الله يا ودي، حنا منكم كنستافدوا. مرحبا، تفضلي. مرحبا. سلاده بالعدس بحال دابا، وواحد النصيحه عاوتاني السيده اللي قالت لك دير لي كاز البطنيه، بحال دابا القطنيه الا بغات اللوبيات تطلقها تتحيد هذيك الكشكوشه الفوقانيه هي اللي تدير ليه غاز، وحيت تطلقها تدير معاها شي طيره الحامض ولا بضعه الخبز ولا ورقه سيدنا موسى، باش هذاك ليه غاز تيتحيد وتستعملها عادي. ولا القطنيه عاوتاني الا بغات السيده تحتفظ بها تطلقها وتخليها في الماء ديالها وتضيفها في الثلاجه تبدا مزيان، باش حيت تجي تستعملها تلقاها ساهله، غير تدير الشرمونه تديرها هي. اييه بصح، تخفف عليها الشقه ديال الا بغات توجدها في فيسع. باش السيده تجي من العمل ديالها شطره، السيده اللي تكون موظفه تدير دغيا ديك الشرمونه تتشحرها وتضيف على ديك القطنيه تتكون موجوده، اما الحمص ولا العدس ولا اللوبيه ولا ديك السوجه، المهم والقناوه. هذا الشيء كله. واخا لالا مليكه. السلطه ديالو يبات مرطب العدس من الاحسن ما يتسلق، وحيت تريد ديرو سلطه تدير واحد السلطه غير على ما يجي باش يتكل، وتضيفو في هذيك لي بات لي الرسول وباطيشة وشويه الخس ولا الخيار ولا اللي كانت سلطه، هذيك العدس تيضيف منه مع معدنوس
وشويه الكمون شويه البزار والخل وزويته بلديه، ولا ديرو بوحدو مع مطيشه وبصيله مشلطه مزيان. على هذيك ديال بوحدو اللي كندير، كنديرو غير هو بوحدو بصيله مطيشه معدنوس، وتتعمل معاه شويه ديال الحامض ومليحه وبزار وهي وزويته بلديه. علاش عطيتك الاخت سميه هذا الشيء؟ حيت ولادنا ما تلاش عندك الحق بطنيه. عندك الحق لاله مليكه، هذه باش نضيفوها في الطبيصلات باش تكل، باش يتكل. وصباحكم مبروك. الله يعطيك الخير لاله مليكه. الله يا ودي مرحبا، اضافه كبيره ليكم وكلمه انا كتشرفني وانا سعيده بزاف معكم. وسلامنا الحار اكيد لزميلتنا بشر المنصور اللي كنتمنى له كل خير ان شاء الله. وحنا ديما معكم في لاله فاطمه اللي ثقلت عليكم خففت علينا في كل مواضيعنا نصائحنا، ومرحبا بكم كاملين. فاكيد الانسان ملي كيعتاد على شي صوت ولا كيولف شي شخص فتيكون الفرق شويه ما ياك صعيب صعيب. طيب حنا مازال معاكم مسامعتي وغادي ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام لاله سميه. اهلا وسهلا لاله، مرحبا بك، شخبارك؟ معك بشرى. اهلا اهلا، صباح النور بشرى، شخبارك؟ مبارك حلبك، الله يبارك فيك. وتحيه لي، تحيه لام وصال. الله يعطيك الخير، مرحبا بك، تبارك الله عليها. ما عندي ما نقول. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. واحد الاضافه بغيت نقولها لك على لي غاز. اييه تفضلي. حيت انا من عشاق القطنيات، كنحمق على العدس، كنحمق على اللوبيا وكتهلكني. كانت كدير الو، انا واحد الطبيب كان قالها لينا، قالها جربتها افيكاس. ملي كنطيبوا القطاني كنلوحوا ثلاثه الحبيبات ديال القرنفل لا غير، ثلاثه الحبيبات ديال القرنفل لا غير، وفعلا لما كتحسيش بانتفاخ نهائيا. الله يا بشرى، الله يعطيك الخير في هذا النهار. شكرا بزاف على هذه النصيحه. ما نقولش لك، ما كتحسيش براسك نفختي ولا الحريق ولا ابدا. يعني عندها تجربه، انا جربتها وكنديرها والحمد لله، وكنشكر عليها الدكتور الله يرحم ليه الوالدين. وكنشكر والديك، الله يعطيك الخير بشرى، وشكرا على هذه النصيحه. مبروك، وتحيه كبيره لكم والطاقم والسميره وال زينب زوج خواتك. اييه زنوبه اليوم اللي عندها عيد ميلاد. زنوبه قول لها زواج زانيفيرسير، كنتمناو لها كل ما كتمنى ان شاء الله. ربي يخليك بشرى، وشكرا لك بزاف. الحمد لله اسرتنا الكبيره، واللي عنده شي فكره ما تيبخل شيء اكيد. الحمد لله نسعد على الحظ واتصلت بينا باش تعطينا هذه المعلومه ديال القرنفل. الا بغينا نطبخوا العدس ولا اي نوع من القطاني، اللوبيا، العدس، الفول، ديروا ثلاثة الحبات ديال القرنفل فهي مجربة، ما كاين حتى شي مشكل. ما نحرموش وليداتنا من أكل القطاني. نعم، ومهمين يعني، راه قلنا اللي هما مهمين لبناء الجسم. نمشيو للكغاطان، لأن الكغاطان مشوقة باش نعرف الكغاطان ديال الكغاطان. تيجي غزال وما كتحسيش به. هاد اللي حنا تنقولوا لي غاز، وهذا يعني ملي كتعمليه كتخلطي بحاجه اخرى الخضر تيخفف شويه. عندنا ربعه ديال العدس، هذا اي عدس سواء هذاك الخضر اللي عندنا حنا دابايا ولا العدس البلدي. كتاخديه كتحاولي حتى هو تسلقيه. دائما هاد لي غراتان ولا هاد اللي الكيك ولا البريوات ضروري خصهم يتسلقوا. ملي تنسلقوه يعني معروف شويه الثومه، بزار، ملح. ملي تيتسلق تنضيف ليه 100 غرام ديال سميتو الدجاج او اللدن فيمي. الا بغينا نبقاو في شي حاجه صحيه نديرو الدجاج ولا الكفته. بغيتي تدخلي داك شي حاجه فيمي ديال اللدن تيجي غزال، حتى هو تيعطي واحد تيبدل ليه لوكو. عندنا بصله مشلضه يعني ومشحره، شويه زبيده وزويته وملح وبزار كالعاده. عندنا جزره وحده تكون تا هي محكوكه وتا هي مشحره في الزبده والزيت وشويه الملح والبزار. وعندنا 10 سنتيلتر ديال كريم فريش. اييه. والفخوماج، عندنا الفخوماج على حسب عاوتاني المقدور. اييه. تقدري 100 غرام، من 100 غرام الفوق. غير هو ضروري تختاري النوعيه الجيده ديال الفرماج ديال الجبن. حيت ملي كتشري الفرماج الا ما كانش، اللي نفرض ما كانش عندك، خدي المكعبات تيجيو مزيانين او المثلثين. واخا تيبانو شويه وعلقين. ضروري. هذا الكغاطان حنا دائما ملي تنسمعوا الكغاطان تيدخل فيه البيض ولا هذا لا، ما فيهش البيض. اش كتخلطي؟ العدس، عندنا داك 100 غرام ديال لدن فيمي او الدجاج ولا كفته طيبين، وعندنا بصله مشحره وخيزوه. تنخلطوا هذا الشيء كامل بهذا الكريم فريش تكون كويسون ديال الطياب، وكذلك معها الفخوماج جبن محكوك. تيتخلط هذا الشيء كامل وتيدخل الفران. هذا الشيء هو كل شيء طيب، غير تيبقى في هذاك كديري في اللاطه او المول ديال المول اللي غتدخليه.
ملي كتدخلي للفرن كتخليه حتى تيتشرب داك الكريم فريج بحال كتدخل في هاد العناصر. ملي كتخرجيه كتقطعيه هو ماشي ما تيجيش يعني جامد شويه تيبرد تيجي يعني بين وبين تيجي مويلو تيجي غزال بحال شي حاجه كريميه هكذاك فاللي عجبني فيه هو انه اقتصادي بزاف هاد يعني قدرنا درنا من والو درنا غاتا مثلا العشاء حرتي ودرتي هو حيت تيقول لك بالنسبه للقطانين تاخذيهم يعني جوج مرات في الاسبوع وتا ثلاثه عندك الحق عندك الحق مثلا كل مره تنوي والو مثلا درنا لهم شليده كيف ما قالت اختي مليكة شليده انا علاش ما ذكرتهاش لانها بديهيه شحال من واحد تيعرفها هي والروز كي اللي تيخلطها مع هاد الشليده والبصله معروفه غير انايا تنحاول باش نذكر شي حاجه اللي ما كايناش اللي ما تيتعودوهاش ما معودينش ان احنا كنديروها صراحه فاش جاتيني هذه ديال البريوات وفاش جاتني هذه ديال الكغاتان غادي نجربها ونرد عليك الخبر وتنعطيك الصحه والعافيه شكرا لك بزاف على هذه النصائح وام صال وقلنا ان مستمعاتي رانتم مدعوات انكم تشاركوا معنا بالاقتراحات ديالكم الى عجبتكم فكره ديال ختام ومسك كل يوم جمعه تكون حاضر معنا ام وصال بالتدابير المنزليه بالتقضيه ديال الاسبوع بالافكار اللي نقدروا نديروا الا كنتي خدامه في العمل ديالكم عندك شي وقت فين تحضري في الويكاند يعني السبت والحد كتكوني كاصه في دارك شنو توجدي على تيساع شنو تحضري حنا ما كاين حتى مشكل على حمد الحلقه يوم الجمعه غادي نتفقوا انا وام وصال باش نديروا برنامج تواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك يعني من دابا بعثوا لنا الميساجات ديالكم باش نعرف رايكم في هذا الموضوع يعني كاجبين نتشاور مع مستمعاتي احسن حاجه هو الانسان يفرش عليهم واحد النوع من البرنامج اللي كتشاوري هما يختاروا معايا هما يختاروا معايا فدائما على صفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال هذاك من خلاله كنتواصلوا